لو البنات في مصر بيتعرضوا لأشكال عنف جنسي مختلفة، فالصحفيات بتتعرض لأشكال العنف الجنسي اللي بيتعرض لها البنات بالإضافة لأشكال العنف المرتبطة بالشغل. هي بتفكر 1000 مرة قبل ما يعني ما تاخد خطوة، ده لو فكرت تاخد خطوة أصلا. يعني أولا هي مش مؤمنة لا في شغلها ولا في مجتمعها. اول حاجه هيتقال ان البنت هي اللي غلطانه او هي اللي هتتوسم بشكل ما، ممكن تفقد شغلها. كتير مننا كصحفيات تتعرض لمواقف تعتبر عنف، يعني منها التحرش مثلا، ومحدش مش محدش يعني يعني قليل قوي اللي بيفكر ياخد خطوه حقيقيه، عشان بنفكر 1000 مره في تبعات حاجه زي كده. والبنات اللي حاولت تاخد خطوه هي في النهاية ما عرفتش تاخد حقها، وفقدت شغلها وفقدت أكل عيشها. كل واحدة فينا بتفكر 1000 مرة في الموضوع ده. يعني أنا لو تعرضت لتحرش أولا هشتكي لمين؟ أنا ما عنديش حد أشتكي له، المؤسسة ما فيهاش حد مختص بالشكاوى، ولو فيها حد فمش هيكون ست. أنا ما عنديش حماية، زائد أن أنا أول واحدة هتوسم وهيتقال أنه أنا البنت شمال وانا اللي وداها هناك ومش عارف ايه يعني. فبالتالي انا ماليش حمايه وممكن افقد شغلي ومش هجيب حقي في الاخر. مش كل الصحفيات بيشتغلوا في مؤسسات حكوميه، ومش كل الصحفيات اعضاء نقابه، وفي ناس بتشتغل فريلانس وفي ناس بتشتغل في مؤسسات مستقله. الناس دي ملهاش اي حمايه من اي شكل. طبعا ده ليه يعني ده ليه علاقه بمشكله عضويه النقابه، لانه شروطها صعبه جدا ومش اي حد بيبقى عضو في النقابه. فبالتالي البنات اللي مش عضوات نقابه هم عليهم ضغط اكبر او معرضين للعنف اكتر من زمايلهم الرجاله، لانه في النهايه لو هي حصل لها اي مشكله هي مش هتقدر تشتكي، مش هتشتكي للنقابه لان هي مش عضوه نقابه، وبالتالي النقابه مش هتمثلها اي حمايه. ده غير انه اصلا نقابه الصحفيين ما فيهاش تمثيل نسائي كفايه، يعني عضويه مجلس النقابه كلها للرجاله، النقيب راجل. فبالتالي احنا كستات هنشتكي لمين؟ انا بشوف انه نقابه الصحفيين المفروض يكون ليها دور في حماية الصحفيات والنساء اللي بتشتغل في المهنة، وانه يكون في تمثيل حقيقي للستات جوه النقابة، ويكون في اهتمام بتطوير آليات لحماية الستات اللي في المؤسسات، ولازم يكون في تركيز على المؤسسات المستقلة والمؤسسات اللي هي البنات بتشتغل معاها فريلانس، المواقع الإلكترونية وما شابه. يعني لازم يكون في آليات للحماية، يكون في لجان شكوى على الأقل، الصحفيات اللي بتشتغل فريلانس انه يكون ليها اي تمثيل جوه النقابة، عشان لو بنت اتعرضت لموقف تقدر تشتكي، تقدر تاخد اي موقف عشان تاخد حقها يعني. بس